الحمد لله رمضان مزيان والغلا كاين شويه، الخضره شويه مرفوقه شويه على قد الحال، ولكن الزيت راه باقا هي وباقا داكشي كما هو. شي حاجه ناقصه هنا في حي مولا رشيد راه ما كايناش، ما كاين غير الغلا. حنا المساكين راه ما كاين غير الغلا، كاين اللي مسكين قسما بالله الا كاين اللي كيفطر بخبزه وكاس ديال اتاي. داك النهار لقيت وحده في الغابه هنايا، لقيتها هزه خبزه ديال درهم وباغا تفطر بيها، قالت لبنتها يلاه نعمرو كاس ديال اتاي في حي مولاي رشيد. والبيضه ب 24 ريال ولا 26 36 ولا وصل حتى 40 البيض. يلاه اليوم اللي وصل 32، يلاه اليوم، يلاه خديته انا اليوم ب 32. ايوا ماشي غير بزاف، بنادم اش غياكل؟ كان اللي ما وصل حسوه ما وصلهاش. ايوا الحمد لله، هادشي اللي غنقول.